السائلة تقول: هل يجوز تقبيل المحارم ومنهم زوج الأم؟ لأنه يقال إنه بمثابة العم، وإن كان لي إخوة منه ومن أمي، فما الجواب في ذلك؟ يجب تجنب كل ما يثير، فإذا كان هذا التقبيل يؤدي إلى إثارة يجب تجنبه. ولذلك بعض العلماء كره أن تكون المرأة تبدي شيئا من زينتها عند أخيها من الرضاع إذا كان هذا الأخ من الرضاع غير أمين وغير ثقة، حتى لا تكون هنالك إثارة من قبله. أما إذا لم تكن هنالك إثارة وكان هذا التقبيل تقبيلا مؤدبا لم يكن هو في ذاته تقبيل إثارة، فأرجو أن لا يضيق ذلك.